السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. انا الحمد لله لاباس. اليوم جبت لكم ندخلوا مازالنا في الوصفات التقليديه. دوك عندي شويه حنين للوصفات التقليديه الجزائريه، من بينهم هي خبز الدار. خبز الدار نديروها بزاف حنايا في يعني في الخريف، دخلة تاع ليكول، بس مع الصباح نحبوا نفطروا بحاجه كونسيستانت ثقيله اللي يعني تصبرنا حتى للغدا. ومن بين هاد الوصفات هي خبز الدار. انا ندير كونتيتي، معناتها ندير زوج خبزات ولا ثلاثه، نقسمهم كامل مرسوات ومن بعد ندخلهم في الكونجيلاتور، وكي تسخنيهم صباح اونديغي هذاك وين طابت. هكذا ما نطولوش عليك، ندخلوا ديريكتومون نشوفوا الوصفه بالتفصيل.
وهكذا تكون خبز الدار تاعنا وجد. جوست كلكو استوس، انا كي تكون الحاله بارده باش تخمر لي تمتم خبز الدار، نشعل الفور على 30 35 درجه، ما لازمش ديباسي 40 درجه هكا باش الخميره ما تموتلكش. كي نسخن مليح الفور تاعي نحط فوقها السنيوه فوق الفور هكذا باش تخمر في غرضها، خليها حتى تنفخ وتدوبلي الفوليوم تاعها باش تعطيك اللون الاحمر من الفوق. درت لها صفر البيض معش وخففته شويه زيت، ومن الفوق للتزيين زدت لها حبه البركه وزدت لها السكر باش كي ما تجيش حلوه بزاف. واكيد السكر من الداخل قد ما تكثري له قد ما يثقل لك الكسره، قد ما يخليهاش تخمر. دونك ديما ايفيتي كما البريوش ولا الكسره، قد ما تزيدي لها السكر قد ما يزيد يثقل لك العجينه وما يخليهاش تخمر في غرضها. دونك الفو ميو من الداخل ما ديريش السكر بزاف، ومن بعد في التزيين زيدي لها باغ اكزومبل زيدي لها الشيكولا من الفوق، ولا زيدي لها العسل، ولا زيدي لها السكر، هذا يبقى اختيار ليك. دونك نصيحتي اذا حبيتي العجينه تاعك ولا البريوش ولا اي عجينه محتاجه تخمر، نقصي لها السكر من الداخل، لخاطر السكر هو اللي راح يقتل لك الخميره تاع العجين وما يخليهاش تخمر لك مليح. دونك فوالا هكا وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله تكون عجبكم، ديروها مش راح تندموا عليها. كما قلت لكم نقسمها بزاف مرصوات صغار ونحطها في الكونجيلاتور، كي نسخنها الصباح ونديري هذاك ونطابت. نحتاج تشجيعكم، دونك اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا كومونتير جيم اي دعجبتكم بيان سور الكونتينو تاع لا شين، ما تنساوش ديروا ابوني. كل وحده حابه تتصل بيا ما تنساش تقدر تبعث لي دي ميساج في الانستغرام اللي نحطو في صندوق الوصف. انا نقول لكم تهلاو في رواحكم، تلاقاو ان شاء الله المره الجايه. سلام.